الصور دي حلوة، جميلة أوي. لا متصل بالعمل الصور دي. ألو، أيوة، إزيك؟ الأخبار؟ بقولك يا صاحبي، الصور اللي أنت مصورها دي أنت عامل لها تنعيم جامد جدا، يعني بشرة شايفها كده شارب وكمان ناعمة وألوانها حلوة. ما تقولي كده طريقة التنعيم دي. متقدرش تقولي ليه؟ من طريقتك يعني؟ طب ليه يعني؟ يا عم يلا يا اسطى، يلا يلا، ده احنا اصحاب من زمان. قولي بس. ايوه، هي دي الطريقة. بص، انا عايز الطريقة اللي انت بتعملها في كل صورك، اللي هي بتخلي البشرة كده ناعمة بس المسام فيها موجودة، تحس ان البشرة نفسها نقية ما فيهاش حاجة بس المسام طبيعية. الطريقة اللي انت بتعملها في كل صورك دي، اللي هي في كل الصور الجامدة بتاعتك دي، حتى اخر سيشن بتاعك اللي هو بتاع بالليل ده كانت جامدة جدا. ايوه انا عايزها. ايوه هي دي. يلا قولي بقى عاملها ازاي عشان اكتب. عايز ورقه وقلم؟ يلا في الورق، في الورق، في الورق. ازيك يا فنان، منك له وليها. تقريبا المقوله دي بقت منتشره ومش عارف انتوا بتحبوها. لا، لو بتحبوها قولوا لي، لو مش بتحبوها قولوا لي برضو عشان بطل اقولها طالما مش بتحبوها. فانا عايز اعرف تحبوها ولا لا. زي ما انتوا شفتوا في اول فيديو، الفيديو دوت هو طريقتي اللي انا بستخدمها شخصيا في كل السيشنات حرفيا اللي موجوده على الانستجرام والفيس ومنتشرة هنا في كل حتة، حتى على اليوتيوب. دي طريقة تنعيم البشرة اللي انا بستخدمها بنفسي. هي الطريقة مش سهلة قوي، ولكن بعد ما انت تعملها لاول مرة هتلاقيها سهلة جدا معاك، لان هقولك ازاي تعملها كسبيد اكشن، تك تك زرار وتتفاعل معاك مرة واحدة، والباقي بيبقى مجرد حاجة بسيطة جدا محتاجة ممارسة وشرح بسيط. ففي خلال يوم او يومين اديت صور، مثلا 20 صورة، تعمل 20 اديت 20 صورة، هتفهمها من نفسك وهتلاقي نفسك بتعملها بطريقه حتى احسن مني. بس خد بالك، الطريقه ديت على الكمبيوتر بس، على الفوتوشوب، ما تنفعش على اي برنامج تاني. ما تنفعش لايت روم، ما تنفعش لومينار اي اي او 4، ما تنفعش على الموبايل باي طريقه. انا كنت عامل طريقه تنعيم على الموبايل، وديت كانت طريقه تعتبر بدائيه شويه، ولكن بتديك نتيجه يعني تعتبر معقوله او مبلوعه شويه، لكن مش احترافيه ومش حلوه. فعلى الموبايل ما تقدرش انك تعمل طريقه التنعيم الجامده دي، لكن على الكمبيوتر لو انت عندك فوتوشوب يلا بينا نروح على الفوتوشوب، واقول لك ازاي تعملها. امشي معايا خطوه بخطوه، افتح الكمبيوتر بتاعك والفوتوشوب، عشان لازم تمشي معايا خطوه بخطوه وتعمل اديت صوره. هسيبها لكم في صندوق الوصف عشان تمشوا معايا خطوه بخطوه وانا بعمل الاديت ده. فبدون تاخير يلا بينا نبدا. هو فتحنا دلوقتي الفوتوشوب على البي سي بتاعنا، لكن انك تفتح الفوتوشوب بتاعك برضو عندك على اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك، وامشي معايا خطوه بخطوه عشان اعرفك ازاي تقدر تعمل اللوكال دوج اند بيرن وتخلي الصوره حاجه تانية خالص وتنعم البشره بطريقه احترافيه فعلا. وده مش طريقه فريكونسي سيبريشن عاديه، هي طريقه التنفيذ تعتبر واحده في كل الفيديوهات اللي هتلاقيها على اليوتيوب، لكن طريقه الاستخدام هنا مختلفه عن اي فيديو هتلاقيه. مفيش اي فيديو هتلاقيه بيتكلم عن الطريقه دي، تعتبر انا اول واحده اعملها. فأتأكد انك تعمل فيديو للآخر عشان طريقة التنفيذ او طريقة الاستخدام مختلفة جدا وهتحتاج شرح، لازم تركز معايا. وقبل ما هنبدأ لازم تكون عارف انك عشان تعمل سبيد اكشن للطريقة ديت وتستخدمها بطريقة واحدة، فالطريقة هي كالآتي: انك تتك على العلامة ديت، العلامة السهم دي، لو مش ظاهرة عندك تتك على F9 عندك في الكيبورد، هيفتح معاك الخانة دي. تك على علامة زي النيو فولدر، وهي ديت كريت نيو اكشن. اختار اسم الاكشن زي مثلا تنعيم او ايا كان. اختار الزرار او المكان اللي انت هيكون فيه الاكشن. بعد كده اختار الزرار اللي انت عايزه، مثلا F8 لو عايز F8 لوحده يشتغل معاك الاكشن، لو عايز شيفت F8 عشان يشتغل معاك الاكشن، او كنترول F8 عشان يشتغل معاك الاكشن، او كنترول زائد شيفت زائد F8 عشان الاكشن تشتغل معاك. هيفضل يسجل الاكشن ديت واحنا بنعمل خطوات، فانت لما تتك عليه مرة واحدة تانية، تك على F8، هيقوم عامل لك كل الخطوات ديت في ثانية واحدة، فده يوفر عليك وقت تنفيذ كتير جدا وتبدأ على طول في الاستخدام. ولكن ما تستخدموش دلوقتي، وبعد ما تشغله هتلاقي علامة التشغيل ديت بقت حملت علامة زي مربع كده، فتضغط عليها تستوب بعد ما تتخلص الخطوات، ما تنساهاش. ولكن مش ديت اول خطوة انت تعملها، الخطوة دي تعملها او خطوة التسجيل دي تعملها او خطوة الاكشن ديت تشغلها بعد لما انت تعمل نسخة الاول من اللير ديت. تعمل اول نسخة واحدة بانك تتك على حرف او زرار الكنترول، بعد كده حرف الجي، او انك تسحب اللير ديت لتحت لعند النيو لير فيعمل لك كوبي منها. تعمل زوم للاخر وتبدأ في تنقية الصورة، يعني الشوايب دي، الحبوب دي، الحاجات دي، بانك تضغط على زرار او حرف الجي
عندك في الكيبورد تختار الهيلينج براش تول او السبوت هيلينج براش تول على حسب البشره. مثلا لو البشره نقيه زي دي ما فيهاش شوائب كتير فتختار السبوت هيلينج براش تول، لكن لو البشره مليانه حبوب او مش متظبطه او مش مظبوطه او في حاجات شوائب كتير ومشاكل كتير فاختار الهيلينج براش تول. انا اختار السبوت هيلينج براش تول، اخلي حجمها قد حجم الشايبه او الحبايه او العيب في الوش واعمل كده بس. فكل انت بتعمله انك بتخلي البرش قد حجم الحباية بالظبط، ما تخليهاش اكبر عشان تشيلها مظبوط من غير لما يبقى فيه علامات غريبة، وبس كده تفضل تعملها لغاية لما تشيل كل الحبوب. انا هسرع الفيديو شوية لغاية لما اشيل الحبوب ونرجع تاني. وهو كده احنا خلصنا احنا نشيل الشوايب خالص من الصورة. دلوقتي الخطوه اللي بعد كده ابدا بقى تسجيل السبيد اكشن زي ما قلت لك من الزرار هنا، وابدا بقى الخطوات زي ما قلت لك. ممكن هتلاقيها برده في اي فوق على اليمين في الطريقه اللي فاتت اللي هي بتاعه تنعيم البشره، كنت قايل لك ازاي تقدر تنعم البشره في اقل من دقيقه او في 30 ثانيه. هسيب لك الطريقه في الاي اللي فوق هنا عشان تمشي بالخطوات بالظبط وتعملها. بعد كده ارجع للفيديو ده تاني ما تقفلوش خالص وكمل من هنا عشان الخطوات دي دلوقتي مهمه جدا. اعمل نسختين للليير ديت بانك تضغط على زرار الكنترول بعد كده حرف الجي مرتين ورا بعض، اختار اللير الاولى اللي اتعمل لها كوبي او لتحت دبل كليك، وسميها مثلا كولر او حرف السي او الالوان اللي فوق سميها ديتيلز او تفاصيل او حرف الدي انا بس بعملها كده باختصار. اقف على حرف السي، اطفي العين بتاعه حرف الدي واعمل فلتر بلور وجاوجين بلور. هنخليها مثلا هنا على 10 مثلا صورة زي دي، فديت صورة تعتبر بعيدة فانت ما تعليش التأثير قوي للدرجات دي لانك لو علته قوي هيبقى وحش جدا معاك. لكن لو الصورة كانت اصلا معمولة زوم بالشكل ده قريبة قوي كده فعليه اكتر لغاية 18 لكن ما تزيدش عن كده لان الصورة كده هتبوظ منك. فهنخليها مثلا على 10 او 9.6 كده كويس وتعمل اوكي. افتح اللير التانية اللي هي بتاعت حرف دي وقف عليها، اضغط عند ايمج apply image، بعد كده هتلاقي اللير احتار حرف السي او color او الالوان اللير بتاعت الالوان الشانل RGB البلندنج على subtract وoffset او الاوباستي قصدي على 100% السكيل 2 والoffset 128 وضغط اوكي. شكلها كده مش ظريف بس عادي، اختار عند كلمة blend mode او normal ديت وخليها linear light واتك بعد كده انتر لو بيفضل ما تحدد عندك كده. بقى لو انت حددت الاثنين لير دول انك تضغط زرار كنترول وتفضل ضغط على زرار الجي عشان تخليهم اثنين لير وعطت فيهم تشغلهم هتلاقيهم واحد مفيش فرق ما بينهم. افتحهم تاني واتك وقف عند خانة الكلر او الالوان، وهنا بقى اللي بيحصل السحر. ركز هنا عشان مفيش اي فيديو هيشرح لك اللي انا بقوله لك دلوقتي ده، ومش هتلاقي اي حد بيقول لك الكلام دوت، ومش هتلاقي طريقه احسن من دي، ولازم تركز فيها كويس جدا عشان دي بتخليك تقدر تعمل البشره بطريقه احترافيه بطريقه اللوكال دوجن بيرن. دي مش تنعيم بشره عادي، دي طريقه اللوكال دوجن بيرن. فخلينا نقرب كده عند المناخير واتك حرف البي عندك في الكيبورد بي فور بوك، هتلاقي محدد لك البرش، اضغط عليها كليك يمين ما تختارش البرش دي، خليك عند الميكسر برش. اتاكد انك تعمل الاعدادات زي ما هي مفقوده فوق كده، دي بتبقى ساده كده خالص اعملها كنسل. خلي ديت هتبقى عامله كده خليها كده محدود متحدد عليها. البتاع ديت هنا كاستم، الويت على 2، اللود على 75، الميكس 90 والفلو 100%. هتلاقي متحدد برده سامبل اول ليرز، اطفي التحديد ده ما تخلوش معمل لك سامبل اول ليرز، اضغط بعد كده انتر. هنا بقى هيحصل اهم حاجه، اوعى تمشي عكس الخطوط اللي انت شايفها. تقول لي ايه الخطوط دي يا اسامه؟ الخطوط دي اللي هي زي المناخير اللي تحت العين الخد، يعني ما تمشيليش كده عند المناخير كده انت هتبوظها. لا، صغر البرش شويه، امشي عند طراطيف المناخير كده وكبرها شويه بعد كده واطلع عند خط المناخير. المناخير مستقيمه فحاول تخليها مستقيمه تاني زي ما كانت كلها لغايه الجزء ده، ما تعملش من الجزء ده، خليها كده لغايه الجزء ده. وقعد حرك بالبرش، اسحب من فوق لتحت كده لحد لما تخلص، وبرده عند الاورا او الجبهه افضل اعملها من فوق لتحت. لو في حاجه مش عارف تعملها فوق تحت صغر البرش وامشي فوق الحاجب كده وافضل اعملها يمين وشمال للاجزاء ديت، ولكن حاول قد ما تقدر ما تمشيش قوي يمين وشمال عشان ما تسحبش ظل من هنا وتحطه هنا. افضل اعمل كده لغايه لما تنعم البشره كلها
في كل الخطوط، ركز الخطوط اللي بمشي فيها عاملة ازاي، جنب المناخير برضو، فوق وتحت فوق وتحت، عند الدقن او التشيك بونز او عظمة الوش، دي عظمة الوش موجودة عند اي واحد، تمشي معاها، امشي مع خط النور اللي منور ده، بعد كده انزل بيه لتحت، بعد كده انزل مع الخد بالشكل ده، اطلع بقى تاني عند عظمة الخد، امشي بيها كده، واطلع عند العين او تحت العين، ما تدخلش طبعا على العين، وحاول انك تسحب من النور اللي تحت ده على العين من فوق، ودوت بتشيل بيه السواد او الهالات السوداء بتاعة العين. اما نفس الحركة موجودة هنا، لكن هنا في زي علامة سبعة او في خطوط نور، امشي بقى مع خطوط النور دي، انسى قاعدة انك تمشي كده، دوت لما يبقى فيه نور ومنور الوش، مفيش نور منور الوش وفيه زي مثلث اصفر او مثلث ضوء على الوش او في خطوط نور، امشي مع خطوط النور، ما تمشيش عكس خطوط النور، امشي مع خطوط النور الموجودة، امشي معها كده، وهي هتلاقي الصورة معاك بتتنعم، حتى عند الدقن كده، امشي مع الدقن كده، كبر البرش شوية عشان الخد، وحاول انك انت تبعد عن الشعر، المناخير مثلا زي كده، زي الغلطة دي، عشان ترجع في اي خطوة اتك زرار كنترول وحرف الزد، وده يرجعك خطوة، او من عند علامة الباك هنا الهيستوري، تقدر ترجع في اي خطوة انت عملتها لغاية العدد اللي انت محدده جوه البرنامج ذات نفسه. فبعد ما تتخلص كده، قربنا نخلص اهو، اعمل برضو الجزء بتاع الشفايف فوقيها، بنشي مع الخطوط كده، بعد كده اطلع لفوق هنا عشان تشيل الجزء الاسود ده، وتنزل عند تحت البق كده الجنب، تعمل كده الجزء ده برضو كده، الجزء ده ما تحاولش تناعمه خالص يعتبر، بس حاجة صغيرة قوي فوق العين برضو، وارجع لورا شوية، اقفل بقى البتاع هنا، وشوف الصورة قبل وبعد، قبل وبعد، قبل وبعد، بس لسه ما خلصناش، في شوية حاجات زي تفاصيل مش حلوة في الصورة، اللي هو زي مكان الهالات السوداء تحت العين الجزء ده، فدوت نشيله ازاي؟ نضغط نقف عند علامة التفاصيل، احنا نعمل الالوان، لكن التفاصيل لسه فيها حتة مش حلوة، بدل ما احنا نعمها ونخلي شكلها وحش كده في تفاصيل ونعمل الالوان بس ومحافظين على تفاصيل الصورة، اقف عند التفاصيل، اضغط حرف الجي عندك في الكيبورد، او اختار البرش بكليك يمين، وقف على الهيلينج برش تول، اقف بقى تحت المكان اللي انت عايز تشيل الخط ده منه، اللي هو تحت العين ده شوية، افضل ضغط زرار الالت لغايه ما يبقى عامل العلامه دي معاك، تكليك شمال عشان تاخد سامبل او عينه للمكان ده، وبعد كده اقف تاني، صغر البرش شويه على الخط ده، وافضل اتحرك كده، و بس تقف كده شويه وتعملها بس كده، كده نكون شلنا التاع اللي هنا دي. تعمل نفس الحاجه برضو في الجنب هنا بالحرف الجي، اختار سامبل اللي هنا وحاول تشيل دي كده، واي كده نكون شلنا كل العيوب اللي موجودة في الوش. نشوف كده الصورة قبل وبعد خالص، كده قبل، كده بعد، كده قبل، كده بعد. دي هي طريقة اللوكال دوج اند بيرن عشان تنعم البشرة من غير لما تضيع تفاصيل، من غير لما تسيح ألوان على بعضها، ومن غير لما تبقى معك أو تعمل أشكال أو هالات غريبة في الوش، وتقدر تستخدمها على الوش كله عشان تعيد رسم الوش زي اكنك بتضيف دوج اند بيرن بالكيرف، لكن من غير ما تستخدم كيرف، انت بتستخدم البرش في انك تعيد بناء او تعيد تشكيل الاضاءه، بانك بتنعم الالوان في طرق معينه، المناخير اللي فوق، القوره برضو فوق وتحت ويمين وشمال في الاجزاء ديت، اللي عند الوش في الجزء ده يعتبر بزاويه كده، والخد برضو بميل زي يعني نص هلال كده مثلا، فوق الشفايف، فوق البق بالشكل ده، وتحت البق والدقن بالشكل ده، تفضل تمشي مع الخطوط اللي موجودة على الوش. في الاول هتاخد منك وقت، بعد كده هتعملها في دقيقة او في دقيقتين، ومش هتطول منك في التنعيم. اتمنى الفيديو ده يكون عجبك، نرجع للاستوديو. يا اسطى الفيديو جامد، لازم تقولي رأيك في التعليقات اسفل الفيديو، تقولي الفيديو استفدت بيه قد ايه، يعني انت كنت تعرف اصلا الطريقة ديت بالشكل ده ولا لا؟ فما تنساش برضو لايك على الفيديو، لايك مهم جدا عشان بيساعد على انتشار الفيديو، وما ينفعش لايك من غير شير وتبقى مشترك في القناه بالمره، يعني تعمل لايك من غير ما تشترك ازاي؟ وكمان ما ينفعش انك تعمل لايك من غير ما تقولي رايك في التعليقات اسفل الفيديو، لان يوتيوب دلوقتي معتمد على اللايك والكومنت، يعني انت عملت لايك ما عملتش كومنت فانت ما عملتش اي حاجه، فانت لازم تقولي رايك على الفيديو، ماليش دعوه، اتصرف وقول لي رايك، لكن افضل ان انت فعلا تقولي رايك بصراحه، رايك في الكادر، رايك في الفيديو، رايك في الشرح،
رأيك في أي حاجة ممكن تحسن من الفيديو. وأنا زي ما انتوا عارفين أنا بمشي بآرائكم كلها، غير خلفية، أعمل استوديو إضاءة، ظبط إضاءة، مش عارف إيه، حط ريفليكتور هنا، أنا بعمل من أول ما بدأت القناة باخد بنصايحكم. فأتمنى الفيديو يكون عجبك، ما تنساش إنك تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناة لو مش مشترك، تعمل شير لكل أصحابك أهم حاجة، ومع اللايك ومع التعليق برضه يعني تعمل كومنت، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.